ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد ومحافظه صلاح الدين يزوران المناطق المتضررة في قضاء شرقاط. مجلس محافظة صلاح الدين يصوت بإعلان المناطق المتضررة بقضاء شرقاط منكوبة. صالح يتلقى برقية تعزية من ملك الأردن بضحايا الفيضانات. من قناة صلاح الدين الفضائية قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.